إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلاش. إذا بطبيعة الحال أنتم المتبعين الأوفياء متبعي قناة شوف تي في اللي غتحكموا بطبيعة الحال، واش السي محمد اللي من مدينة العلاش أنه كيشبه اللاعب والنجم المنتخب المغربي حكيم زياش. أولا وقبل كل شيء نخليكم مع الصورة ديال السي محمد اللي هي ها هي امامكم بطبيعه الحال، وانتم لا تحكموا واش كيشبه له او لا ما كيشبهلوش بطبيعه الحال. هذه هي الصوره ديال السي محمد تبارك الله عليه من مدينه العلاش، اللي هو كما شاهدتوا هاوي لهوايه كره القدم ومحب ليها بطبيعه الحال. قبل من نطلق هذا اللايف هذا درت معاه دردشه بطبيعه الحال وحوار انه كيعشق كره القدم وكيتمنى بطبيعه الحال انه يكون لاعب في المستقبل. ياك السي محمد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. غوا شويه. السلام عليكم. تبارك الله عليك، شو سميتك؟ محمد. محمد اش؟ المعلم. تبارك الله عليك، تلعب الكرة ياك؟ نعم. زيد عليك الكرة. اه. شنو كتلعب كرة؟ كنلعب مع ولاد الدار مع؟ نعم. واخا قلتي لي قبيلة أنا عزيز عليا حكيم. اه. كتفرجوا بزاف. شنو اللي عزيز عليك؟ اه. شنو اللي عزيز عليك في المنتخب؟ حكيم زياز. ياه. كتفرجوا بزاف؟ اه. وكتبغي بغيتي تلاقى بغيتي تكون معاه؟ اه. شنو اه اه؟ مخلوع ياك حاس بالخلعة. قربي لي حدانا قربي لي حدانا. إذا كما سمعتوا الطفل الشاب الطفل عفوا محمد اللي ما قادرش يهضر ما قادرش يعبر لأنه في واحد الخلعة في واحد الإحساس اللي هو صعيب وباغي يوجه بطبيعة الحال رسالة لحكيم زياش. قال لي أنا خصني الكون غدا مع المنتخب ياك. شنو بغيتي؟ بغيت نكون مع المنتخب. وحكيم زياش شنو بغيتي يكون غدا؟ خصو يماركي الكول. واخا شحال عندك من سنة ولدي؟ سبع سنين. سبع سنين. حكيم زياش امتى كيعجبك؟ كيعجبني من صغر. من صغرك وانت متبعو وكتفرج له؟ شنو تبغي تقول له الا كان كيشوفك دابا؟ بغيتك تماركي الجول غدا. يا دابا انت كتعرف تلعب بحال حكيم زياش ياك؟ اذا بطبيعه الحال متبعين الاوفياء لان الطفل السي محمد ما قدرش يهضر ما قدرش يعبر بطبيعه الحال لانه باقي طفل صغير هو عاشق بطبيعه الحال النجم المغربي حكيم زياش وكيطالب بطبيعه الحال وكيتمنى بطبيعه الحال ان هذا اللاعب هذا يسجل غدا ان شاء الله امام المنتخب البرتغالي بطبيعه الحال. شو التوقعات ديالك السي محمد المقابله ديال غدا؟ غدا تفرج ياك؟ شنو اه؟ غدا نتفرج المنتخب. آه. شنو التوقعات ديالك؟ المغرب. شنو المغرب يربح؟ اه. شحال تقريبا؟ 3-0. 3-0. شكون اللي غادي يماركي؟ حكيم زياش. حكيم زياش غيماركيهم بثلاثة؟ لا. اه. غيماركيها جوج. غيماركي جوج حكيم زياش. اه. تبارك الله عليك. إذا كما سمعتوا بطبيعة الحال هذه هي التوقعات ديال السي محمد اللي هو من مدينة العلاش واللي بطبيعة الحال الصورة أبلغ عن أي تعليق. هو كيقول والأم ديالو بطبيعة الحال كتقول مفتخرة به انه كيشبه اللاعب المنتخب المغربي والنجم حكيم زياش. كان عندك عيد الميلاد قالوا لي عيد الميلاد سعيد. قل لي كان عندك عيد الميلاد داروك عيد الميلاد ياك؟ شنو دار لك عيد الميلاد؟ مام وزيد تحكي لنا يالا جابوا لك الطرطه جابوا لك كادو تهلاو فيك. شنو تبغي تقول الام ديالك حيت ديما معاوناك وديما ديما كتحقق لك اي حاجه بغيتيها؟ نقول لها شكرا. شنو كتقول لها؟ غوت 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 نسمعها بالجهد. كنقول لها شكرا. لمن؟ لماما. زيد شنو بغيتي تقول لها؟ خبارك الام ديالك هي اللي اتصلت بينا وقالت خصها تبينك. اه. ياك؟ اه. حيت انت عزيز عليك حكيم حكيم زياش ياك؟ واخا شنو تبغي توجه الرساله ديالك للحكيم اللاعب الدولي حكيم زياش؟ شنو تبغي تقول له؟ نبغي نقول له قول له خصك تسجل الجول. إذا الصورة بطبيعة الحال ديال السي محمد هي الأمام ديالكم بطبيعة الحال، أنتم اللي غتحكموا أنتم اللي غتحدوا بطبيعة الحال واش السي محمد كيشبه النجم المنتخب المغربي حكيم زياش. السي محمد اللي هو هاوي لرياضة كرة القدم بطبيعة الحال والحلم أنه يلعب مع نادي بطبيعة الحال أنه الهواية منذ الصغر بطبيعة الحال وأكيد أن السي محمد غادي يعطي في كرة القدم. نتمناو من الأندية ديال مدينة العلاش سواء من مدينة العلاش أو من خارج مدينة العلاش أنهم بطبيعة الحال يهتموا بهذه الفئات لأنهم بطبيعة الحال هذه الفئات هذو هما المستقبل ديال كرة القدم. سي محمد كتقرا مزيان ولا لا؟ كنقرا مزيان. يا مزيان مزيان. شنو سنة دابا عندك؟ سبع سنين. لا شنو سنة شنو القسم؟ الثاني. الثاني القسم الثاني كتقرا مزيان في القسم الثاني؟ اه. كتقرا دابا كتحفظ وكتلعب الكرة؟ اه. ولا كدير غير الكرة بوحدها؟ كنحفظ وكنلعب الكرة. يا ما كتخاصم عليك ماما كتمشي للكور تقول لك اجي احفظ اجي اقرا ضروري ياك؟ اه.
واخا شنو تبغي تقول للناس اللي كيشوفوك دابا؟ شنو تبغي تقول لهم؟ كنشكرهم. واخا شنو تبغي دابا السي محمد الى كبر شنو غادي يولي من غادي يكبر؟ يولي لاعب كره. تولي لاعب كره القدم؟ بحال شو بحالاش؟ بحال حكيم زياش. بحال حكيم زياش. ما جبتيش التوني ديالو؟ فين التوني ولا ما عندكش؟ ما عنديش. يا خصك توني ضروري تشري توني. غدا تشجع المنتخب غدا بطبيعة الحال ياك؟ قلتي لي كتوقع ان المنتخب المغربي غادي ينتصر 3-0 غادي يماركي جوج زياش والثالث ولا يماركيه؟ حكيمي. ماركي حكيمي تبارك الله. اذا بطبيعه الحال هذه هي التوقعات ونتمناو بطبيعه الحال ان تكون التوقعات في الصواب. نتمناو لما لا ان المنتخب المغربي ينتصر على نظيره البرتغالي بثلاثه الاهداف كما قال السي محمد للصفر من توقيع هدفين من توقيع اللاعب النجم المنتخب المغربي حكيم زياش، والهدف الثالث اللي كما قال السي محمد انه يكون من توقيع ديال لاعب المنتخب كذلك حكيمي. عندك شي لعيب من غير حكيم زياش عزيز عليك؟ اه. شنو هو؟ هو كريستيانو. كريستيانو رونالدو. غدا حنا نلعبوا عاد في خبر حنا نلعبوا المغربيه يلعب كونترا ضد كريستيانو رونالدو ياك؟ اه. شكون اللي غادي يربح؟ شكون اللي غادي يغلب؟ واش حكيم زياش ولا كريستيانو رونالدو؟ حكيم زياش. حكيم زياش. حيت عندك علاش؟ هو اللي كيعجبني بزاف. هو اللي كيعجبك بزاف ولا غايلعب حسن؟ اه. شنو تبغي تقول لأسود الأطلس؟ بالتوفيق ياك؟ قول لهم. بالتوفيق. إذا متبي الأوفياء، متبي قناة شوف تيفي، السي محمد ها الصورة ديالو بطبيعة الحال أمامكم. هو عنده شبه قريب للاعب الدولي حكيم زياش. بطبيعة الحال أنتم اللي تحدوا واش بالضبط بطبيعة الحال كيشبه له أو لا ما كيشبهلوش. نعطيو كلمة للأم ديالو رغم أنها ما بغاتش تقول لنا، ولكن نعطيوها كلمة اللي هي صغيرة. لا تفضلي قربي لنا عندنا هنا، عطيوها كلمة صغيرة لأن تبارك الله عليها بطبيعة الحال أم كتحاول بطبيعة الحال أن تصاحب الأبناء ديالها وتحاول بطبيعة الحال أن تحبهم في الهواية ديالها. لالا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لالا بتيتي مع الولد ديالك أنه كيحب حكيم زياش والشبه ديالو بطبيعة الحال. آه زعما كيحماق على حكيم زياش وزعما كيتمنى يكون بحاله. واخا شنو تقدر شنو هي الرسالة ديالك لحكيم زياش إلا كان كيشوفنا دابا؟ الحاكم زياش كنتمناه غدا يكون في مسيرته موفقه، يماركي على يجيب لنا الربحه ويدي لنا كاس العالم. يعني حنا كامل بينا كنسينوه. كنسينوه غدا. غدا تفرجي لالا بطبيعه الحال. ضروري غدا. تفرجي في الدار ولا خارج من الدار؟ لا في الدار. تفرجي في الدار. تشجعي المنتخب؟ مع الشجام ضروري، المنتخب المغربي والمغرب ديالنا عزيز علينا. واخا شنو تقدري تقولي وشحال التوقعات ديالك ما بين المغرب و سميتها مقابلة المغرب والمقابلة البرتغال؟ واش كيغلب كما قال السي محمد ولا؟ أنا كنقول 2-0. 2-0 عكس السي محمد. صح 2-0. واخا شنو هي الرسالة ديالك للأسود الأطلس والداهية وليد الكراكي اللي تبارك الله عليه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليه بزاف والله ومسيرة موفقة عليه والوليدات ديالو اللي هما المنتخب ديالنا. يعني كامل ملي كنسينوهم كامل كنسينوهم شنو يفرحونا غدا؟ يعني دخلوا الفروح للمغاربة في كل بيت زعما ونشطونا وفرحونا زعما ما عندنا ما نسالهم زعما شابو ليهم. شكرا لله. شكرا. إذا متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي الصورة ديال السي محمد ها هي أمامكم بطبيعة الحال، أنتم اللي غتحكموا وأنتم اللي غتحدوا واش السي محمد كيشبه فعلا اللاعب والنجم المغربي حكيم زياش.